مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستعرض سويا وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. الأجواء مستقرة بوجه عام في معظم مناطق المملكة، وأيضا درجات الحرارة أعلى من معدلاتها، لكن نهاية هذا الأسبوع تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة، وبالتالي انخفاض واضح على درجات الحرارة خاصة في المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى. مشاهدينا، فاصل ونواصل. مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نستعرض وإياكم أيام هذا الأسبوع يوما بعد اليوم، بدءا من يوم الأحد. الأجواء مستقرة في معظم مناطق المملكة يوم الأحد باستثناء الجنوبية الغربية. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية أجواء لطيفة نهارا تميل للبرود ليلا. الشمالية الغربية العظمى 25 والصغرى 8، الشمالية الشرقية 22 العظمى والصغرى 10، المنطقة الشرقية 24 لطيفة نهارا باردة نسبيا ليلا، وكذلك المنطقة الوسطى. فالعظمى في المنطقة الشرقية 24 والصغرى 13، المنطقة الوسطى 24-14، وأيضا المناطق الغربية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 31-24، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع بعض الأمطار المتفرقة أحيانا 18-11 درجة مئوية. أيضا يوم الاثنين أجواء لطيفة في النهار في المناطق الشمالية وتميل للبرود بالليل. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 25 والصغرى 9، الشمالية الشرقية 24-11، لكن المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى معتدلة نهارا لطيفة ليلا. العظمى المتوقعة في المنطقة الشرقية 25 والصغرى 15، وكذلك المنطقة الوسطى 27-15، أما المنطقة الغربية معتدلة نهارا لطيفة ليلا 31-24، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من المطر أحيانا 18-12 درجة مئوية. يوم الثلاثاء انخفاض على درجات الحرارة في المناطق الشمالية، لكن تبقى الأجواء لطيفة في النهار تميل للبرودة بالليل أو بتكون باردة نسبيا حتى خاصة في المناطق الشمالية الغربية. العظمى المتوقع 21 والصغرى 5، الشمالية الشرقية 24-11، لكن المنطقتين الشرقية والوسطى معتدلة نهارا لطيفة ليلا. العظمى المتوقع في المنطقة الشرقية 26 والصغرى 17، المنطقة الوسطى 29-17، وأيضا المنطقة الغربية 31-24، والمنطقة الجنوبية الغربية لطيفة نهارا تميل للبرود ليلا 20-12 درجة مئوية. يوم الأربعاء انخفاض آخر على درجات الحرارة في المناطق الشمالية لتصبح تقريبا لطيفة خلال ساعات الظهيرة، لكنها باردة نسبيا أثناء الليل وفي المساء وفي ساعات الصباح الباكر. العظمى المتوقع في المناطق الشمالية الغربية 18 والصغرى 5، الشمالية الشرقية 19-8، أما المنطقة الشرقية 26-16، والمنطقة الوسطى معتدلة نهارا لطيفة ليلا 29-15، والمنطقة الغربية أيضا معتدلة نهارا لطيفة ليلا 29-22، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع احتمالية سقوط بعض الأمطار المتفرقة 19-12 درجة مئوية. يوم الخميس في 25-1 انخفاض آخر على درجات الحرارة في المناطق الشمالية ولطيفة في ساعات الظهيرة الأجواء، لكنها باردة نسبيا أثناء الليل وفي ساعات الصباح الباكر. العظمى المتوقع في المناطق الشمالية الغربية 17 والصغرى 4، الشمالية الشرقية 19-8، أما المناطق الوسطى والشرقية والغربية فأجواء معتدلة نهارا لطيفة
الخليفة ليلا، المنطقة الشرقية 25 العظمى والصغرى 16، المنطقة الوسطى 26 17، والمنطقة الغربية 28 21، والمنطقة الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع احتمالية سقوط بعض الأمطار المتفرقة 18 إلى 12 درجة مئوية. ويوم الجمعة القادم الأجواء باردة في المناطق الشمالية الغربية، باردة نسبيا وغائمة جزئيا، وباردة أثناء الليل، العظمى المتوقعة 16 والصغرى 4، المناطق الشمالية الشرقية باردة نسبيا أثناء النهار، لكن في ساعات الظهيرة تميل إلى أن تكون الأجواء لطيفة، لكنها باردة نسبيا بشكل عام، وباردة أثناء الليل، العظمى 19 والصغرى 7، المنطقتين الوسطى والشرقية أجواء لطيفة في النهار لكنها تميل إلى البرود ليلا، المنطقة الشرقية 24-15، والمنطقة الوسطى 29-13، والمنطقة الغربية 25-20 درجة، والمنطقة الجنوبية الغربية 17-11 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله.